ربنا يا رب يرحمهم، يا ربنا يرحمهم. معلش فهمني ايه اللي حصل. اللي حصل اني كنت في نادي حمالي الساعة 6:30 اتصلوا بي قالوا لي الحق بيتكم وقع على عيالك ومرت اخوك ومرتك وابوك تحت. يعني عيالك كانوا موجودين في البيت؟ كانوا موجودين هم ومرت ومرت ابويا وهو وابويا وابوك تحت. اسم الدولة جديد يا سنة وما فيش اي حدا في البيت، مفيش اي حدا في البيت عشان تخليه يعمل كده. انت كنت بتقول ان هم كانوا بيصرخوا بيقولوا الحقونا من تحت البيت. انا كان معلق على نص الصباح ونص الصباح بره. لا الدكتور كان معلق نص في الشباك ونص بره. هي ما قدرتش تطلع نص في الشباك ونص جوه. والطفي ومالك تصرخ وتقول الحقوني عيالي الحقوني، خلي بالك الحقوني الحقوني عيالي. وهي متعلقه في الشباك، الناس كلها طلعتها، الناس طلعتها صاحبتها بالعافيه عشان تكتب اللي حواليها. الناس طلعتها. هو ابن حضرتك اللي مات؟ ايه. هو سنه كام بالظبط؟ 3 سنين وشهرين. 3 سنين وشهرين. كانوا بيقولوا ان مامته لسه مأكلاه ومسبحاه. لسه مأكلاه ومسبحاه ويلعب معاه. ما فيش اي حاجه. ما كانش في اي وضوح ان البيت فيه خطر على الاسره وفي اي حاجه؟ يعني في خطور وخلي عيالي فيه. في خطوره في لسه سنين مبني. يعني البيت ليه 8 سنين مبني؟ ايوه ليه بتاع 10 سنين او 8 سنين كده. انتوا تلقيتوا الخبر ازاي؟ انتوا كنتوا فين؟ نادي حماده حبيبي انا واخوك. راح اتصلوا بينا الجيران هنا وقالوا الحكم بيتكم وقع على العيال ومرتك وكله ما حدش لاقيه. طلعتهم على كده بصعوبه ولا كانت؟ طلعوا عيالي، عيالي الثلاثه اللي عايشين، لكن اللي مات فرض انهم طلعوه. ايه؟ اللي مات بعد وقت انا ما ادور عليه وطلعوه، رجله مقطوعه. رجله كانت مقطوعه الولد؟ رجله انا مبتوره يعني. هو مال يا رامبو. ايوه. حضرتك والده. ايوه. ربنا يصبرك يا رب. خلاص اللي اتكسر اللي طلعوه. طب بعد ما الانهيار بقى قد ايه؟ خلاص انا ما كنتش انا بس قعدت ساعه اتصل ساعه اتصل يقولوا لسه ما طلعش. كل ما اتصل بيهم يقولوا لسه ما طلعش. فين وفين لما قالوا فين وفين لما قالوا اتفضل اتفضل طلعوه. الاطفال طلعوا كويسين ولا مصابين؟ الثلاثه طلعوا كويسين. الثلاثه تحت الدراوند بتاع الدولاب حماها. ايه؟ الثلاثه تحت الدراوند بتاع الدولاب حماها. الخشب بتاع الدولاب حماها. والواد كان تحت الدولاب. الولد كان تحت الدولاب؟ الواد اللي حي. انا معي ولدين وبنتين. اه. اللي مات ما لقوهش. لكن يعني كان في ولدين ولدين تحت الدولاب. ولد انا وولدي وبنتي يقوم تحت الدولاب. تمام. وابويا اللي يقوم تحت تحت الباب. وباباك كان تحت الباب. تحت الباب طلعوه من تحت الباب. الباب محفوظ فيه. تمام. الباب محفوظ فيه. اقول لك يا ابوي ابوي. الو الو مين؟ ايه؟ اربع بغرفات في غرفه مليانه وساعه في غرفه. الو بس هو ابنك؟ انا 10 سنين واحد 12 سنه. قاعد جايب الثاني واحد مقتول وعنده بعد هوي. ايوه. هم باقي في مصابين في المستشفى لسه؟ ما فيش غير ابويا حالته خطر. في 3 فقرات في رقبته مكسورين. ده والدك؟ والدي ومرت ابوي عايزه عمليه في كتفه. ومرتي بس تحويلات بسيطه فيها هي وبنتي. تمام. مين اللي لقوه تحت الدولاب؟ اللي لقوه تحت الدولاب بنتي وولدي. بنتك وولدك؟ اه هم اللي حمام الدولاب. والولد اللي توفى ابنك؟ الولد اللي توفى لقوه مع تحتنا هم طلعوه من تحت الصبه. لقوه تحتنا تحت الصبه. لقوه تحت الصبه يا ابوه.
اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين متابعين موقع مصالح الاخباري، زي ما احنا شايفين معاكم ما زلنا متابعين معاكم لحدث انهيار المنزل. يعني زي ما احنا متابعين معاكم، احنا دلوقتي من داخل الانقاض نفسها، من على طبعا الانقاض المنزل المنهار. زي ما قلنا المنزل انهار في محافظة أسيوط بمركز أبو تيك، بالأخص قرية النخيلة. توفي الطفل طبعا سنه من 3 لـ4 سنوات. برضو المنزل كان مكون من 4 طوابق. طبعا برضو المنزل أدى طبعا لحدوث برضو خسائر لبعض البيوت اللي حواليه، هو 4 بيوت. وزي ما الراجل برضو وضح لنا ان في بيت منهم يعني الاسره بقت برضو في قالوا في الشارع. اعزائي الكرام، شكرا لكم، شكرا لحسن متابعتكم، نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديد. وزي ما احنا زي ما وضحت قبل ما انهي، الحادثه دي حصلت في او انهيار المنزل في قريه النخيله بمركز ابو تيج بمحافظة أسيوط. الحادث حصل امبارح الساعة 6. الطفل الصغير اللي توفى طلعوه كده حوالي الساعة 8، بعد طبعا ما الحكومات الحمامية المدنية والأهالي طبعا كانوا بيحاولوا ان هم يرفعوا المصابين من تحت البيت. كانت في والدة الطفل بتصرخ بتقول الحقوني والحقوا والحقوا الحيال والحقوا الأولاد والعيال. فطبعا ربنا يصبرهم ويأجرهم في مصيبتهم ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكم. قال له كيلو مش عارف.